ولسه مكملين مع قصة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام، لسه في سورة الأنبياء. تعالوا بنا نقرأ الآيات الكريمات البينات. يقول مولانا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. صدق الله العظيم. هذه الآيات الكريمات تتمة لما قبلها من آيات. المرة اللي فاتت اتكلمنا من أول قول الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. رد قوم سيدنا إبراهيم عليه وقالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ هو أنت بتستهزئ بآلهتنا يا إبراهيم؟ وقلنا قبل كده: أتينا إبراهيم رشده، يعني هداه، من قبله، يعني قبل النبوة. ربنا اداله ذكاء، يعني يفكر، وعقل يبحث به عن الحقيقة، لذلك امتن عليه وقال: وكذلك نوري إبراهيم. ربنا اللي وراه وعرفه ودله عليه سبحانه وتعالى. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ فرد عليهم سيدنا إبراهيم، قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. إلهنا وربنا واللي بنعبده سبحانه وتعالى الذي فطر السماء. فطر يعني خلق، أبدع، صور، خلق كل شيء فأبدع صنعه، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، خلقهن، وأبدع صنعهن سبحانه وتعالى، وأنا على ذلكم من الشاهدين. أنا شاهد عيان على أن الذي خلق وصور وأبدع ونسق ورتب وصمم هذا الكون البديع هو الله، بدليل الآيات اللي قبل كده: نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فلما جن عليه الليل رأى كوكب، بعدين رأى القمر، بعدين رأى الشمس، وبعدين قال: لا، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وبعدين أقسم: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين.